الاستاذ جوزيف ومندلعك والبدك ايه وبتضل مزعول عم خيش تعال خذها الكرسي خذها اقعد محلي. نحن وياكم طبعا هادية كل يوم تلاتة وجمعة بتخبرنا عن اخر اخبار الموضة بلبنان وبالعالم كله. هاي رح شوف شو في عندها جديد بيع الموضة. صباح الخير هادية. صباح الخير كل مشاهدينا واكيد مع حلقة جديدة من فقرة على الموضة. مثل ما بنعرف عالم الموضة عطول على تجديد دايم وكل يوم في اشياء جديده بعالم الموضه وحتى من غير انه اشياء بعالم الموضه اشياء هي كمان بتاخذ ترند مميز وبنلاحظ كمان العالم كلياته عم بيتغير يوم بعد يوم بس لكن الابداع كمان مميزة كتير خاصة انه المصممين الازياء على استمرار عطول وكل موسم عندهم تجديد وكمان بيطلعولنا اشياء جديدة وهذا الشيء بحب اخبركم انه مش هين ابدا لانه اكيد بالاخر كل مصمم هو مثلنا بس اكيد عنده التالنت المميزة بس كل موسم عنده فينا نقول مثل هيك الكومبيتيشن يا اما النوع الفكره اللي بدها تطلع واصعب شيء لما تطلع الفكره يا اما لما تخلق الفكره بس لكن من بعدها اذا كانت حلوه بتاخذ النجاح الكثير كبير وهذا الشيء اللي عم بصير مع المصممين العالميين وحتى المصممين بكل انحاء العالم اللي بيتميزوا باشياء مميزه كثير وخاصة بتصميمهم اللي بتتميز عن غيرهم. أسبوع الموضة مثل ما خبرتكم ببداية أسبوع الموضة كيف هالأسبوع الموضة للهوت كوتير عم يكون مميز كتير مصممين كتار كانوا عم بيقدموا بس بحب ذكر كمان مثل ما صرتوا أكيد كمان بتعرفوا أنه أسبوع الموضة بباريس للهوت كوتير بالتحديد أسبوع كتير قصير لأنه مش كل المصممين وكلياتهم فاتين بأسبوع الموضة للهوت كوتير في كتير أكترية متوجهين لنحو البخيتة بغتي الكوتير والهاند ميد والارتزان الورك مميز كتير ومش كل بيتقنوه وكمان شغلة كتير دقيقة ونحن اللبنانية بالآخر كمان مننعد من إحدى المصممين المبدعين خاصة بشغلنا اليدوي من هيك أكترية المصممين اللبنانيين أبدعوا واشتهروا بالعالم ك لهوت كوتير كتصاميمهم خاصة بالشغل اليدوي المميز كتير اليوم حلقتنا بالهوت كوتير كمان متخصصة للمصممين اللبنانيين اللي بيقدموا أكيد بباريس واليوم رح نفتتحها مع المصمم جورج شعرة مثل العادة عنده بنحس الخطوط الهندسية والتصميم الأزياء اللي مزجهم مع بعضهم وهالمجموعة كانت مجموعة كتير مميزة خاصة بطريقة التقديم وكمان بالموديلات اللي عن جد كانت مثل الحلم خاصة الميكس الاشياء القاسية والناعمة بنفس الوقت خلينا ننتقل ونشوف سوا هالمجموعة واكيد مجموعة المصمم جورج شعرة ومجموعة الهوت كوتير لهالموسم
فإذا المجموعة اللي بنشوفها هي مجموعة جو شارع وأكيد لخريف شتاء 2018-2019، وكان هيدي المجموعة بعنوان نهاية السياكل فان دو سياكل. وبتتميز المجموعة بالست اللي كانت ميستيريس واكسنتريك بنفس الوقت، بالست الغامضة والاكسنتريك بطريقة مميزة وحلوة. وفان دو سياكل يعني نهاية القرن. ملاحظ الأصوات كانت مميزة كتير، لعب على قماشات مميزة أكيد مضيئة مثل اللامين الدونتير، كل شيء لما من المخمل والشك والكريستال اللي كانوا على موديلات. الفوليوم مثل ما قلت بالبداية كانوا مميزين بطريقة كتير حلوة وكتير أرستوكراتيك. والألوان مثل ما شايفين ألوان ما بتخلص أبدا، من اللون الأحمر، الأسود، الفضي، الأوف وايت، يعني باليت كمان ألوان مميزة. وهنا منشوف فستان العروس يلي كمان كان مميز، وكمان العروس يلي حسب ما بقول المصمم كمان غامضة وبتحب السرعة بنفس الوقت. فإذا هيدي كانت حلقتنا لليوم. لضيق الوقت ما حنقدر نفرجيكم بقية العروض، بس إن شاء الله تكونوا عجبتكم هيدي المجموعة. وبحب ذكر كل مشاهدينا إنه لما بتجي للكوتير كل شيء بيعجبكم لازم تتصلوا بالديزاينر وتاخدوا موعد حتى تحصلوا وتنقوا الفستان تبعكم، لأنه مش تغري على الحارك مثل بغيتا بغتي بتحصلوا على القطعة، بتكون تنطروا تقريبا حسب الوقت وحسب النطرة بين الشهر لمدة 3 أشهر، هلا حسب شو هو الموديل وحسب كمان عند أي مصمم عم تعملوا الكومود تبعكم. وهيك مع هالعرض المميز منتقل لان جوزيف يخبرنا شو في عنا بعالم الصباح. ثانك يو لك هادية. نحن مكملين لغاية الساعة 1، عنا ضيوف كتار وفقرات كتيرة. خلينا نقول انه اهم شيء الصدق، لانه بغذي الصداقة بعمق بخليها تعيش طويل كتير 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 الامد، يعني منضلنا اصدقاء مدى العمر. بريك ومنرجع لنتابع مع خفيف نضيف ومع كارلا، خليكم معنا.